وللمزيد حول تنامي قوة الميليشيات الموالية لإيران في العراق وتهديدها للمصالح الأمريكية، معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. مرحبا بك معنا. حياكم الله، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بكم. مخاوف أمريكية من استخدام الميليشيات التابعة لإيران في العراق، الطائرات المسيرة الملغمة في هجماتها على المصالح الأمريكية، كيف تتابعون ذلك؟ نعم، لا شك بأن دخول الطائرات المسيرة إلى الصراع الدائم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الفترة المؤخرة أثار القلق لدى القيادة الأمريكية، وهذا ما صرح به ماكنزي عندما قال بأنه استخدام الطائرات المسيرة من قبل إيران يعد تهديدا كبيرا ويشكل تهديد للقوات الأمريكية وشركائها في المنطقة. أنا أعتقد بأنه نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع تستخدم فيه هذه الطائرات التي تعتبر طائرات، أولا نستطيع أن نقول أنها طائرات صغيرة الحجم، ثانيا صعوبة كشفها من قبل أجهزة الرادار، ثلاثة إمكانية طيرانها المنخفض بحيث تصل إلى الأهداف دون أن تكون معرضة إلى الكشف من قبل منظومات الصواريخ أو منظومات الرادارية، وبالتالي يمكن أيضا إطلاقها من أي مكان دون الحاجة إلى قواعد إطلاق ومنصات على غرار الصواريخ الأخرى. فأنا أعتقد بأنه لا شك بأن هذه الطائرات أصبحت الآن مقلقة ليس للولايات المتحدة الأمريكية فقط، وإنما حتى لدول الجوار الموجودة سواء كانت في السعودية أو في دول الخليج العربي. نعم، طيب هذه التكنولوجيا، تكنولوجيا الطائرات المسيرة بهذا الشكل والتي تعد متقدمة في الصناعات العسكرية التي تحصل عليها الميليشيات العراقية وتقوم باستخدامها فيما بعد، إلى أي مدى يمكن أن يدفع لمواجهة محتملة بين إيران وأمريكا؟ نعم، لا شك بأن هذه المواجهة أنا أعتقد أنها يعني هناك ضابط لها خارجي، الضابط الخارجي هو إيران، متى ما إرادت إيران أن تصعد من هذه الهجمات على القوات الأمريكية فيمكن أن تصدر الأوامر إلى هذه الميليشيات التابعة لها في هذه الدول التي أصبحت الآن تابعة لإيران في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان بالقيام بمثل هذه الهجمات. ولكن دخول هذه الطائرات بعد هجوم 15 أبريل و8 مايو الماضي على القواعد الأمريكية في العراق، حقيقة بدأت هذه الطائرات مقلقة بشكل كبير جدا للقوات الأمريكية، خصوصا وأن هذه الطائرات تعتبر طائرات التي استخدمت طائرات ثابتة الجناح جرى تطويرها محليا برفع قسم من الأجزاء لتتمكن من حمل شحنات متفجرة كبيرة تصل إلى 10 كيلوغرام، بحيث تم حساب حتى المسافات التي تنطلق منها إلى الهدف بحيث تصل إلى 40 كيلومتر. نعم. وتصطدم بمجرد اصطدامها بالهدف تكون مفخخة كاملة ويتم الانفجار. نعم. هذا عند التعامل مع القواعد، فما بالك إذا ما استخدمت ضد مخازن للعتاد أو نستطيع أن نقول مخازن شديدة الانفجار يمكن أن تسبب خسائر كبيرة جدا للقوات الأمريكية. ولكن سيبقى قرار المواجهة المفتوحة هو محصور ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث هذه الميليشيات هي تابعة لتنفيذ ما يصدر لها من أوامر بالنسبة لطهران. بحسب الأنباء فإن قصفا جويا استهدف عجلة تابعة لميليشيا مسلحة قرب الحدود العراقية السورية، هذه الضربات مجهولة المصدر، كيف تقرأها في ظل تسريع وتيرة تسليح الميليشيات المالية أو الموالية لإيران في العراق؟ نعم، لا شك بأنه حقيقة هناك جهات كثيرة الآن تستخدم مثل هذه الضربات وهي معروفة، يعني الكيان الصهيوني في الفترة الماضية كانت لديه ضربات متعددة في هذه المناطق، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تستخدم ضربات جوية بين فترات متفرقة في هذه المناطق، وهناك تصريحات ثابتة على أن القوات الأمريكية استخدمت مثل هذه الضربات لمواجهة هذه الميليشيات. أضف إلى هذا بأنه روسيا الآن أيضا تتواجد في المنطقة ولديها إمكانية أن تقوم بمثل هذه الهجمات، لذلك أنا أعتقد بأنه الصراع محتدم يعني، والأطراف التي تشترك في تنفيذ هذه الضربات هي أطراف كثيرة جدا، ويمكن أن تقوم بمثل هذه الهجمات ومثل هذه التعقيبات لإصطياد مثل هذه الأهداف التي يمكن أن تكون ثمينة سواء كانت بالنسبة للقوات الأمريكية التي تتوفر لديها قاعدة معلومات متكاملة عن الميليشيات التي تعمل في هذه المنطقة، أو حتى بالنسبة للكيان الصهيوني الذي يقول بأني لن أسمح بنقل أي صواريخ
أو أسلحة متطورة إلى سوريا لكي لا تستخدم بعد ذلك باتجاه الكيان الصهيوني. نعم، طيب نائب في الكونغرس الأمريكي يطالب بايدن بكبح جماح الميليشيات الإيرانية في العراق، برأيك هل سيغير بايدن من سياسته التفاوضية المعلنة في التعامل مع إيران تحت ضغط الكونغرس؟ نعم، أنا أعتقد هذه القضية يعني لا يحددها نائب واحد في الكونغرس، وإنما ستحددها السياسة الخارجية الأمريكية في كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني، أو حتى كيفية تعامل إيران في المنطقة. يعني إيران الآن هي بصدد إنشاء ميليشيات جديدة، يعني نحن نتكلم عن مرحلة جديدة يقودها إسماعيل قاآني، تختلف عن المرحلة التي قادها قاسم سليماني. هناك ميليشيات الآن يتم تدريبها بصورة سرية، ميليشيات قليلة الحجم ولكن كبيرة التأثير، تتدرب على استخدام الطائرات المسيرة وعلى التكنولوجيا والحرب الإلكترونية وما إلى ذلك. إذا نحن نتكلم عن مرحلة جديدة من الإعداد لهذه الميليشيات التي أصبحت مكلفة بالنسبة لطهران، وبنفس الوقت هي أصبحت مقلقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أنا أعتقد بأن المفاوضات التي تجري فيما يخص الملف النووي الإيراني هي التي ستحدد، نستطيع أن نقول، الوجهة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية في كيفية التعامل مع إيران، أو حتى نفوذها المزعزع في المنطقة الذي تمثله هذه الميليشيات التي أصبحت الآن تأتمر مباشرة. هذه الميليشيات الجديدة تأتمر مباشرة بأمرة ضباط الحرس، ضباط من الحرس الثوري الإيراني، بحيث لا تخضع لقيادات عراقية خلال الفترة المقبلة. الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لك.